السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين قناة معلومات وفنون. إن شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض الفازة الجميلة دي. عايزة أعرف رأيكم فيها إيه. الفازة دي أنا كنت نفذتها قبل كده على القناة، بس كانت اللون العسلي في الذهبي. بس للأسف أنا ما صورتهاش كاملة، فبإذن الله حصل نصيب وصورنا وعملت واحدة تانية ألوان مختلفة، بس هي نفس الطريقة، هتختلف حاجات بسيطة ان دي أكبر. هنوضحها لكم مع بعض بإذن الله. هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونفكركم انتوا تعملونا إعجاب بالفيديو، لأن الإعجابات هي اللي بتنجح الفيديو. ومتنسوش تعملولنا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنسمي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده الفازه بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين، دي معموله من خرز مربع ضرس رقم 10، لونين الاسود والفوشيا. الفازه اللي كنت مصورها لكم قبل كده كانت معموله من خرز مدور، فهي ممكن الفازه تعمل من خرز مدور، تعمل من خرز ضرس، اللي يعجبكم. يعني هنا ممكن انا عاملاها هنا اكبر من الفازه اللي قبل كده، فهقول لكم الاختلافات اللي حصلت عشان لو حد عايز يعمل يكبر الفازه، شاف الطريقه مثلا متصوره وعايز يكبر. احنا ممكن نعمله نفس العدد اللي فات ونجيبه خرز رقم 12، هيدينا حجم اكبر. بس احنا النهارده هنشوف الاختلاف اللي ما بين الفازة دي والفازة المتصورة الموجودة على 3 فيديوهات 3 أجزاء على القناة بتاعتنا بإذن الله. بص يا حبايبي، احنا بنبدأ من هنا من الصف ده. الصف اللي فات، الفيديو اللي فات، انا كنت عاملة 20 غرزة رباعية. هنا حبينا نكبر شوية، عملنا 24 غرزة رباعية. اهو الصف ده عملنا خرزايه فوشيا وخرزايه سودا وخرزايه فوشيا وخرزايه سودا، وربطنا وعملنا شريط مكون من 24 غرزة رباعية. وبعدين طلعنا الصف اللي فوق زي ما انتم شايفين كده، اهي الغرزة اهي، غرزة خماسية، عملنا غرزة خماسية واتنين غرزة رباعية وغرزة خماسية واتنين غرزة رباعية، بس الخماسية تبقى 5 على 2، يعني بناخد خرزتين ونعمله عليهم 3 خرزات يبقوا 5، وبعد كده خرزاية 4، خرزاية 4، وبعدين نكرر تاني خرزتين 5 على 2. يعني الصف بيمشي معانا 5 على 2، 4 على 1، 4 على 1، وبنكررها كده لغايه ما نوصل لاخر الصف. وبعد كده بنطلع زي ما انتم شايفين غرزه رباعيه. الغرزه الرباعيه دي انا الفيديو اللي فات عملنا 3 صفوف، طبعا هنا عشان احنا عملناها اكبر شويه، فلازم زي ما هي اكبر في العرض عايزين كمان نكبر في الطول، فانا عملت هنا 4 صفوف رباعيه زي ما انتم شايفين كده، 4 غرز رباعية. وبعدها زي ما انت هنا اهو، يعني بس انا مش عارف اظبطها من الكاميرا، بنيجي عند اخر صف هنا وانا بعمل الغرزة الرباعية بشكل لون الخرز، بحط خرزاية فوشيا خرزاية سودا خرزاية فوشيا. ليه بقى؟ عشان بعد كده انا عايزة اوسع، بعمل خماسية على واحد، فأعمل 5 على 1 خرزية واحدة وبضيف عليها 4 خرزات، وبعد كده 3 3 3 للآخر. في آخر غرزة بنحط 2 بس، فدي عطتني وسع زي ما انتم شايفين كده للفازة. عملتها بلون الأسود عشان نكسر حدة اللون شوية. وبعد كده عايزين نطلع بارتفاع. قلنا قبل كده ان الغرزة الرباعية والغرزة السداسية على 2، دي بنطلع بيهم
ارتفاع ثابت، لا بيوسع ولا بيضيق. فانا هنا طلعت صفين 6 على 2 بالمنظر ده زي ما انتم شايفين كده صفين. وبعد كده عايزين نوسع اكتر عشان نعمل القبة دي او الكيرف ده. عملنا ايه؟ عملنا 7 على 2. واحنا عارفين طبعا ما ننساش الشروط اللي بنختار فيها الغرزة على 2، بناخد من الدايرة دي واحدة ومن الدايرة دي واحدة بشرط يكون تحتيهم واحدة واقفة بالمنظر ده كده، اديني السبعة دي او حرف الفي ده، ده اللي بقى الشرط عشان اعمل حاجة غرزة على 2، سواء 5 على 2 6 على 2 7 على 2. احنا هنا كده عملنا 7 على 2 بالمنظر ده، عطاني هنا اهو وسع. انت لما بتشوفيها على فكرة في الشغل بتحسي ان الشغل كده ايه، وسع ولهلط. إيه لو حد ما عندوش خبرة بيحس ان الشغل ايه يعني وسع منه لهلط منه. هنعمل ايه بعد كده؟ هيديني زاوية كده الغرزة اللي بعدها بعد 7 على 2 باللي قاعد فيها وسع كده. فبنعمل ايه؟ بناخد الغرزتين اللي جنب بعض، انا مش مالكه اشاورلكوا عليها اهي عشان بس ماسكه التليفون، الغرزتين اللي هم جنب بعض وتحتيهم غرزه دي بنعملهم 5 على 2. الاتنين عندي اساسي، باخد واحده فوشيا وواحده سودا وواحده فوشيا. بعد كده هلاقي خرزه واقفه لوحدها دي بعملها 6 على 1. 6 على 1 بحط انا عندي الفوشيا بتبقى نازله جايلي من الغرزه اللي قبلها، بحط اسود فوشيا اسود فوشيا، يعني هي ماشيه خرزه وخرزه. يبقى احنا كده قلنا بعد 7 على 2 عملنا 5 على 2 و6 على 1 بالتبادل. هنيجي بقى على الايه، نطلع على الصف اللي هو مكون الورده، وهم دايما بيقولوا على الفازه دي فازه الورده عشان الصف ده، الصف ده اللي احنا بنشتغلوه دوت اهو زي ما انتم شايفين كده عبارة عن وردات. هنيجي هنا الصف اللي بعدها هنبص نلاقي معانا 3 خرزات سود واخدين كيرف كده، دول بعمل عليهم ايه؟ بعمل عليهم 6 على 3. وبعدين الاقي خرزية واحدة فوشيا كده وجنبها اسود من الجنبين، باخد 5 على 1. يعني الصف اللي بعد بعد 6 والـ5 باخده 6 على 3 و5 على 1. مش عارفه التصوير هو، انا مش عارفه اظبطه عشان ماسكه التليفون وهي كبيره مش عارفه اثبت التليفون اهي كده اهو. احاول ايه كده اوضح اهي كده، انا عندي 3 خرزات تحت هحط عليهم كمان 3 خرزات بقى كده 6 على 3. اجي الغرزه اللي بعدها الاقي خرزايه هنا فوشيا وعندي هنا واحده سودا، بحط 2 فوشيا وواحده سودا، يبقى 5 على 1. هتبص لي نفسك في الصف دوت قفلت معاكي منظر الورده. عايزين بقى نلم البومبي دوت كده تاني، نعمل ايه؟ نعمل 7 على 3 اهي دي كده 7 على 3 لمت لي. يبقى انا لما بحب اوسع بالغرزة السباعية بوسع بالـ7 على 2، اما بحب اضيق او اقفل بعمل 7 على 3. هتبص لي لمت معاكي كده وعطاك الكيرف ده كده. عايزة اكمل ادي طول للفازة بتاعتي، هنا بعمل 6 على 2. 6 على 2 انا هنا مكرراها 4 مرات بس، حبيت هنا جيت في صف منهم دخلت اللون الاسود عشان برضو نكسر ايه حدة اللون. فعملت ايه من هنا لهنا؟ عملت 4 صفوف 6 على 2. وبعد كده هنعمل ايه؟ الكورنيش بتاع الفازة. الكورنيش بتاع الفازة بنعمل ايه؟ بنرجع نوسع تاني
احنا قلنا ان التوسعة بنعمل ايه؟ 7 على 2. عملت 7 على 2، وبعد 7 على 2 نفس الخطوة اللي عملناها هنا، عملنا ايه؟ عملنا 6 على 1 و5 على 2 اهي، 6 على 1 بالمنظر ده و5 على 2. عطاني الكورنيش كده بتاع ايه؟ بتاع الفازة. معلش سامحوني لو انا التصوير بتاعي، هي الفازة كبيرة وحاولت اصورها وانا مثبتة الكاميرا، ما امكنش ابدا. كده احنا عملنا الفازة من اول هنا لغاية الكورنيش فوق. عايزين نعمله ايه بقى؟ نعمل القاعدة بتاعتنا من تحت. نفس الخطوة اللي عملناها في الكورنيش فوق هي اللي هنعملها في القاعدة بتاعتنا من تحت. هنيجي نعمل ايه عند الصف الرباعي ده؟ هاجي اعمل هنا 7 على 2 عشان يديني وسح تقعد عليه الفازة. وبعد ما عملت 7 على 2، بس انا هنا ايه خلفت فوق شوية. بص هنا لما قعدناها كده، انا وانا بعمل 7 على 2 عملت الغرزة اللي في النص اسود. يعني هنا اهو انا عندي 2، حطيت خرزتين فوشيا، واحدة اسود خرزتين فوشيا، وعملت الصف ده كله كان عبارة عن خرزية واقفة اسود. جيت الصف اللي بعدها اللي هو الصف الاخير، عندي 3 خرزات. طبعا دايما بيطلع لي من الغرزة السبعية 3 خرزات، فأنا عندي هنا 3 خرزات. هتلاقيهم او الخرزية اللي هي في النص دي، وعندي الخرزتين اللي في الايه اللي بينهم العمود ده. اللي بينهم العمود دي دايما بعملها خماسية. الخماسية دي هعملها ازاي؟ اخد واحدة سودة واحدة فوشيا واحدة سودة، عطتني غرزة خماسية. اجي هنا اهو عند الخرزيه لوحدها اعمل عليها سداسيه. انا عندي هنا ان الغرزه اللي قبلها واحده سودة، وهنا واحده سودة في القاعده، يبقى الضم عليها 4 اسود، هتديني نفس منظر الورده من تحت. يبقى انا كده عندي الورده في القاعده وورده في نص الفازه اللي هي بتاعه البومبي. المره اللي فاتت انا صورت الاجزاء كلها، بس الوقت ما سعفنيش ان انا اصور الفازة كاملة وتشوفوا شكلها عامل ازاي. احنا شفنا الخطوات ازاي، بس ما اعتقدش ان هي كانت مؤثرة عشان احنا مشفناش منظر الفازة كامل. كانت صاحبتها مستعجلة عليها وانا ملحقتش اصورها. فالمرة دي انا استعرضتها معاكم، والف مبروك على اصحابها، وياريت شرحي يكون وافي وعجبكم. سامحوني على التصوير الملخبط النهاردة، ومتنسوش تعملنا لايك وتشيروا بالفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.